لكم مشاهدينا الكرام. كالمستجير من الرمضاء بالنار، هكذا ربما يرخص لنا هذا المثل ما يحدث الآن بالعاصمة المؤقتة عدن. لم تنهي لا الشرعية ولا الرئيس هادي الانقلاب الذي قام به أو قامت به الميليشيات الانقلابية في العاصمة صنعاء حتى تتفاجأ بالتخطيط لانقلاب آخر في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. مشاهدينا، كشفت مصادر عسكرية أن هناك تصعيد من قبل الانتقالي الجنوبي ضد ألوية الحماية الرئاسية في العاصمة المؤقتة عدن. كذلك حذر قائد اللواء الرابع حماية الرئاسية من مخطط انقلابي يقوده مجلس عيدروس في العاصمة المؤقتة عدن. كما أكد أيضا اللواء مهران القباطي أن الإمارات دعمت الانتقالي بحاوية أسلحة ومدرعات لتفجير الوضع هناك. إذن في هذه الحلقة من حديثنا المسائي سوف نتوقف عند هذا الموضوع، المخطط الانقلابي الذي تدعمه الإمارات في عدن، أهدافه وكذلك تداعياته. وربما هنا نتساءل مشاهدين، لماذا تدفع الإمارات في الوقت الراهن لتفجير الوضع في العاصمة المؤقتة عدن؟ ما أهدافها من وراء ذلك؟ وأيضا نتساءل ما مخاطر تفجير الوضع في العاصمة المؤقتة عدن، وما موقف أيضا الشرعية وكذلك أبناء المحافظات الجنوبية وتحديدا أيضا أبناء محافظة عدن، وهل سوف تسمح المملكة العربية السعودية بتنفيذ هذا المخطط الانقلابي في العاصمة المؤقتة عدن؟ نناقش ذلك في معية أو بمعية ضيوفي في حلقة الليلة، ولكن في البدء دعونا نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود للبدء في النقاش. بعيدا عن أمن السعودية المستباحة بصواريخ إيران وطائراتها المسيرة، وفي الضد من مصالح الرياض الحيوية، تواصل الإمارات هنا في عدن مهمتها في تدمير الشرعية اليمنية وتفكيكها وتجريدها من سلطاتها وصلاحياتها، فضلا عن تعميم الفوضى وتنفيذ مشروع التقسيم وتدعيم ودعم الميليشيات المنضوية في إطار ما يسمى بالأحزمة والنخب الأمنية. بالأمس يكشف العميد مهران القباطي مجددا عن مخطط إماراتي عبر الميليشيات الانفصالية المدعومة من أبو ظبي لتنفيذ انقلاب على بقية مؤسسات السلطة الشرعية في عدن، سيكون هو الثاني من نوعه بعد المحاولة الانقلابية المدعومة إماراتيا في يناير من العام المنصرم. بحسب الرواية التي أوردها العميد مهران قائد اللواء الرابع حماية رئاسية، فإن معسكرات الحماية الرئاسية هي الهدف الأول في المخطط الانقلابي، ثم قصر معاشيق والوزارات ومنع حركة المواطنين من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية والعكس أيضا. من خلال رواية القباطي ومخاطر المخطط المزعوم، فإن على السلطة الشرعية وقيادة التحالف وتحديدا السعودية وكذا الأمم المتحدة أخذها على محمل الجد. ويبدو أن وزير الداخلية في الحكومة يشرف على ترتيبات ردا على المخطط لاستكمال الاستيلاء على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن. كل ذلك يعزز الفرضية التي تقول بأن أبو ظبي تريد استغلال انشغال نظيرتها الرياض بتصاعد التهديدات التي تتلقاها من إيران عبر وكلائها الحوثيين، وشكل من أشكال استثمار ضغوط التحالف التي أوقفت العمليات العسكرية في الحديدة وجمدت الجبهات المحيطة بصنعاء. رواية العميد مهران طرحت أسئلة عن طبيعة الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة للإمارات ولقائه بمحمد بن زايد، وأين يمكن وضع الزيارة ونتائجها؟ كما أثارت مجددا سؤال اليمنيين الدائم عن كيف يمكن لادعاءات الإمارات بأنها تواجه الخطر الإيراني والمد الفارسي تحت إطار التحالف العربي بقيادة السعودية التي لم تلجم سلوك حليفتها المتغطرسة بعد، بل إن الحليف الإماراتي الأكثر قربا من مصالح العدو تمكن خلال الأربع سنوات الماضية من جر الرياض إلى الانصراف عن حسم خطر الحوثيين ومشروع إيران وعرقلة تحرير صنعاء والحديدة، والانشغال بدلا عن ذلك بحسابات طالما أضعفت الشرعية وعرقلت تثبيت مؤسساتها في عدن وعدد من المحافظات المحررة.
نرحب بكم مجددا وتابعنا هذا التقرير الذي يعني يوجز لنا الوضع المتفاقم والمتوتر والمحتقن في العاصمة المؤقتة عدن. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا هنا في الاستوديو دكتور عادل البسني الباحث في العلاقات الدولية. دكتور عادل نرحب بك معنا، وايضا من الاهميه بمكان ايضا ان نرحب بضيفنا عبر الهاتف من جنيف السيد ياسر اليماني القيادي بالمؤتمر الشعبي العام. نرحب بك سيد ياسر، مساء الخير. يا مساء الخير واهلا وسهلا، اسعد الله مساءكم. تحية لك كل المشاهدين الكرام. تحية لك سيدي واشكر انضمامك معنا. لو بدأنا بالدكتور عادل المسني معنا هنا في الاستوديو، دائما ربما الوضع في عدن دائما محتقن منذ احداث يناير، ربما يعني شهدنا فترة هدوء حذر، ولكن كانت هناك يعني الكثير من الاحداث حتى الاغتيالات كانت متواجدة، ولكن ربما من بعد تصريح الميسري بأهمية تصحيح العلاقة بين الشرعية وكذلك التحالف وتحديدا الامارات، ربما شهدنا هناك تحركات مريبة سواء كانت في حضرموت أو حتى في العاصمة المؤقتة عدن، وتكللت الآن بما يحدث الآن من سواء تسريبات صحفية أو حتى حديث لقيادات عسكرية بأن هناك مخطط لانقلاب يعني تدعمه الإمارات للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن. دكتور عادل، لماذا تريد الإمارات تفجير الوضع في عدن بهذه الطريقة وبهذا التوقيت أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للإمارات سياستها واضحة واستراتيجيتها واضحة منذ البداية، هي تقرف في ساحة الشرعية، أنشأت ميليشيات كبيرة يعني سخرت لها كثير من الأموال والأسلحة والتدريب في ساحة الشرعية، ومن ثم بدأ يعني مسلسل الصدام مع الشرعية وهي تسير في هذا السياق بشكل مضطرد. الجديد هو الترافق مع وتيرة الأحداث المتسارعة في الإقليم وأيضا في الشمال اليمن. هناك تصاعد للعملية النوعية التي يستهدف بها الحوثيين عمق المملكة العربية السعودية، والسعودية المملكة العربية السعودية تتأذى بشكل كبير نتيجة لهذا التوسع في العمليات التي يستهدف منشآت حيوية، ويبدو وكأن هناك يعني تواطؤ إماراتي مع الحوثيين من خلال أيضا يعني تحييد كامل المناطق المحررة وإنشاء ميليشيات. هذه الميليشيات لا علاقة لها بالقتال مع الحوثي، ولا علاقة لها بأهداف التحالف، ولا علاقة لها بعاصفة الحزب، بل أنها تستهدف بشكل مباشر الشرعية التي جاءت المملكة العربية السعودية والتحالف لنصرتها والاستعادة الدولة لها. وبالتالي هذا واضح الآن من خلال هذا التجسيد الأخير، قصدي هذه الاستفزازات الأخيرة التي يعبر عنها القباطي، وهي في الحقيقة تنقل الملف العلاقات مع الشرعية إلى يعني ملف إلى نقطة خطرة جدا للغاية، تجعل الشرعية في مواجهة مفتوحة مع الإمارات، لأنها صبرت كثيرا على أذية الإمارات وميليشياتها في الساحة الجنوبية حفاظا منها على الأمن والاستقرار، وعلى أيضا الأمن القومي العربي التي تدعيه المملكة العربية السعودية والتحالف في عملية المعارك في اليمن. التصعيد بهذا الشكل وإنهاء دور الشرعية، لأن ما يجري الآن هو انقلاب كامل على الشرعية وإنهاء لنفوذها في المحافظات الجنوبية. هذا تصعيد خطير يلقي يعني بظلاله أيضا على دور الإمارات في المحافظات الجنوبية. الشرعية تجد نفسها ملزمة أيضا للتعامل مع هذه الأجندات الفاضحة وإنقاذ الموقف في المحافظات الجنوبية، وإلا ستجد نفسها خارج التاريخ بعد ما خرجت أيضا من الساحة اليمنية وهي الآن بالمنفى. هذا استفزاز خطير يجعل الشرعية قلنا يعني يستدعي من الشرعية أن تقف بحزم أمام هذه الخروقات وهذا الانقلاب الأخير. جميل. بالنسبة لموقف الشرعية سوف يعني نتحدث له باستفاضة معك دكتور، خصوصا بعد زيارة دكتور معين عبد الملك للإمارات، هل ممكن أن نربطها بما يحدث أم ربما هذه زيارة ليس لها علاقة بما يجري من أحداث في عدن؟ لو يعني نشرك معنا بالحديث السيد ياسر اليماني من جنيف عبر الهاتف. سيد ياسر، كيف تقرأ مجمل الأحداث وكما تحدث الدكتور عادل وتصاعدها بهذه الطريقة في العاصمة المؤقتة عدن، ربما كما تحدث ووصفها الدكتور عادل أن هناك يعني تحرك من قبل الإمارات عن طريق المجلس الانتقالي لإنهاء الشرعية في المحافظات الجنوبية وتحديدا في عدن، كيف تقرأ يعني ما يحدث وأيضا الدور الإماراتي بطبيعة الحال؟ يا سيدتي الكريمة، ما يحصل اليوم في المحافظات المحررة منها عدن وشبوة وحضرموت لاحق وأبين، والدور الإماراتي الذي حل بعد يعني دحر الحوثي من هذه المحافظات، كان هناك مخطط
من قبل الإمارات في يناير الماضي لإسقاط شرعية الرئيس. نعم. واستبداله بهذه الميليشيات، لكن اليوم ما زال المسلسل مستمر من قبل الإمارات. وللأسف من يتحدثون البعض اليوم أن المملكة العربية السعودية يعني والإمارات مختلفين في هذا الأمر، هم ليس مختلفين، هناك تبادل أدوار بين الإمارات وبين المملكة العربية السعودية، ويحاول من خلال هذه الميليشيات ممارسة الضغط على الرئيس وعلى حكومته وعلى الشرعية لتوقيع اتفاقيات حدودية في المهرة، لتوقيع اتفاقيات لتأجير الجزر كسقطرى وتأجير الموانئ كميناء عدن وميناء حضرموت وميناء المهرة. كل هذه هي ضغوط على الرئيس، ضغوط على الحكومة الشرعية، ضغوط على مدراء الدولة لإسقاط ما خرج من شرعية الرئيس. يتم التوقيع على كل هذه الاتفاقيات، وأما أن نسقطك بهذه الميليشيات البديلة التي تمثل الوجه الآخر للإمارات والمملكة العربية السعودية. نعم. من يقول ان يعني انت سيد ياسر ترى ان ربما الان ما يجري في العاصمه المؤقته عدن هي ضغوطات الان لاجبار اهادي وشرعيه لتوقيع اتفاقيات كما تحدث، سواء كان في المهره او في سقطرى او في كثير من المناطق البلاد، ربما هنا انت يعني تؤكد ان هناك ربما تماهي وتوافق ما بين الموقف السعودي والاماراتي تجاه الاحداث، وهناك موافقه من قبل المملكه لما يجري في عدن. بالفعل هذا ما هو حاصل اليوم على ارض الواقع من قبل الامارات وميليشياتها، من قبل المملكه العربيه السعوديه. والا لماذا كل هذا الصمت خلال 3 أعوام من تحرير المحافظات المحرره من قبل من يزعمون انهم جاؤوا من اجل الرئيس، من اجل شرعيه الرئيس، من اجل الدوله ومن اجل الحكومه اليمنيه ضد الانقلاب، وهم اليوم انفسهم من يدعموا انقلاب وميليشيات اخرى ضد الدوله وضد الجمهوريه وضد الرئيس. هذه ممارسات تمارس على الرئيس كضغوط للتوقيع على صفقات ربما ل50 سنة قادمة، لكن حسب علمنا ويقيننا ربما سيد ياسر هناك من يقول انه ربما يعني السعودية هي الى الان من يعني تقف ضد تفجير الوضع، ربما كان مخطط ايضا لتفجير الاوضاع في حضرموت ولكن السعودية وقفت بحزم، والان ربما الامارات تحاول الان في عدن، وما يقوم ب ربما يعني وقف هذه التحركات في المملكة العربية السعودية، وهناك ايضا اتصالات تجريها لربما يعني احتواء الموقف في العاصمة المؤقتة عدن. يعني تحدث الدكتور عادل ربما ان ما يجري ايضا للمملكة العربية السعودية الان من تصعيد من قبل الحوثيين لمناطق حيوية في المملكة العربية السعودية وما تقوم به الإمارات الآن ربما هو تواطؤ الآن ضد المملكة العربية السعودية، هل توافقوا بهذه النقطة؟ يا سيدتي الكريمة، من يقود التحالف هي المملكة العربية السعودية وليس الإمارات، وما يدور اليوم على أرضنا اليمنية الطاهرة من قبل الإمارات وميليشياتها إنما يأتي في سياق تبادل الأدوار بين المملكة العربية السعودية كالإمارات تصعد والمملكة العربية السعودية تحاول تهدئة الأمور، تبادل الأدوار لممارسة الضغوط على الرئيس في مد الأنبوب في محافظة المهرة، لممارسة الضغوط على الرئيس في توقيع مئات عام لجزيرة سقطرى، وحصل أنه وقع هذه الاتفاقية خالد بحاح وتم إقالته من قبل الرئيس بعد أن وقع على هذه الاتفاقية التي لم يوافق عليها الرئيس، وذلك تم إبعاد خالد بحاح بسبب هذه الاتفاقية. اليوم تمارس هذه الضغوط على رئيس الجمهورية، على الحكومة الشرعية، على كل قيادات الدولة لتنفيذ أجندات تخدم المملكة العربية السعودية بدرجة رئيسية والإمارات، وما يحصل من مرتزقة الإمارات في عدن بما يسمى بالمجلس الانتقالي هم مجرد أدوات ليس أكثر ولا أقل، مجرد أدوات يعني لتنفيذ أجندة وممارسة الضغوط على الرئيس وعلى الحكومة الشرعية لإملاءات يرفضها الرئيس، ترفضها الحكومة، يرفضها أي إنسان يمني حر أن المساس بالسيادة الوطنية، وما يحصل اليوم من قبل الإمارات هي مجرد ضغوط وزغبعة كبيرة لتخويف الرئيس وتخويف الحكومة. ابقى معي سيد ياسر، إذا أنت تؤكد أن يعني ما يجري الآن دكتور أن هناك ضغوطات يعني من قبل المملكة والإمارات للحكومة الشرعية والرئيس هذه لي يعني الرضوخ لاتفاقات معينة، هل توافقوا في هذه النقطة؟ وهل أيضا تتفق معه أنه أيضا الدور السعودي أيضا يعني ربما يتماهى مع الإمارات فيما الآن يعني يجري في العاصمة المؤقتة عدن؟ لا أعتقد هو بلا شك أن هناك يعني تبادل الأدوار في
كثير من القضايا في اليمن، لكن تحديدا في مسألة الانفصال لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية يعني تذهب وراء هذه المخططات. المملكة العربية السعودية يهمها أيضا استقرار اليمن، يهمها أيضا تماسك الوحدة قصدي الشرعية في السيطرة على كل اليمن. المضي في المشروع الانفصال هو يخدم أجندة الإمارات، وأنشأت لذلك في الحقيقة وعاء كامل من خلال أيضا هذه الميليشيات التي هي موجودة الآن ومدربة، وأيضا لها ما يسمى بالأمر الواقع في المحافظات الجنوبية، وبقي فقط أن تستكمل هذا المشوار وهذا المسار من خلال أيضا وضع اللمسات الأخيرة بهذا الانقلاب الصريح الأخير الذي عبر عنه القباطي. وبالتالي أعتقد أن المملكة العربية السعودية تقف بحزم أمام هذه، وهي كما ذكرتي بأن من أحد العوائق التي يعني أحبطت المخطط هذا المخطط الخبيث هي الدور أيضا السعودي الذي لا يريد أن يفكر صراع مفتوح مع الشرعية. الموضوع لن يقف عند الشرعية في الممثلة برموز السلطة، وإنما هناك معسكر واسع للشرعية لن يقبل أبدا بهذه الاستفزازات، وستجد نفسها الإمارات بصراع مفتوح مع الشارع اليمني صاحب القرار الأول وصاحب الأرض وصاحب السيادة، والذي لن يسكت أبدا على هذه الممارسات. أيضا الشارع في الجنوب الذي رأينا كيف أيضا حضرموت وقفت بحزم ضد أيضا كل الأجندات التي حاولت أيضا في الماضي نقل الصراع إلى الفرقة في حضرموت، وقفت بحزم أمام المجلس الانتقالي. هناك ساحة متسعة قصدي ساحة واسعة لا يمكن أبدا أن تقبل بهذه الإملاءات. الموضوع كبير وربما يفجر الأوضاع في اليمن، وفي هذا التوقيت الحساس الذي يعني العالم كله منشغل بأزمة كبيرة مع إيران، لا يمكن أبدا للمجتمع الدولي ولا للمملكة العربية السعودية أن تفكر أيضا في خاصرتها أزمة كبيرة مع شرعية هي تدعي لخوض معركة كبيرة في اليمن في سبيل أيضا استعادة دورها. لن تمضي بهذا الموضوع حتى النهاية، لأن هناك ربما عوائق من ضمنها أن وقوف المملكة العربية السعودية. ونقطة مهمة ذكرتها دكتور عادل بما يتعلق ب يعني ابناء المحافظات الجنوبيه يعني لن يسمحوا بذلك، وهذا يقودني لسؤال السيد ياسر اليماني. يعني ربما هناك ايضا من تتحدث المعلومات ان ربما الكثير من القيادات والشيوخ التي يعني تتبع المجلس الانتقالي رفضت هذا المخطط، ايضا هناك قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام ايضا رفضت هذا المخطط. اذا ربما يعني هناك عوائق كثيره هذا الوعي لدى ابناء المحافظات الجنوبيه وايضا القيادات سواء كان في الانتقال أو حتى قيادة المؤتمر الشعبي العام للوقوف إزاء هذا المخطط. إذن باعتقادك يعني هل سوف تمضي الإمارات بهذا المخطط حتى النهاية أمام هذه العوائق التي تعوقها كما ذكرنا؟ الإمارات منذ الوهلة الأولى لوصلها للمحافظات الجنوبية المحافظات المحررة وهي تدعم هذه الميليشيات، هي لن تتورع على استمرار في مشروعها، ولكن يجب أن تدرك الإمارات وكذلك الأشقاء في المملكة العربية السعودية يجب أن يدركوا أن اللعبة قدت مكشوفة للشارع اليمني وللشعب اليمني وللنخب السياسية، أن لا يمكن أن يمرر هذا المخطط على حساب أمن واستقرار اليمن ووحدة اليمن. هذا لا يمكن على قصد كل أبناء اليمن وعلى وجه الخصوص أبناء المحافظات الجنوبية. هناك نخب سياسية، هناك نخب قبلية، هناك سياسيين، هناك إعلاميين يرفضوا هذا المشروع التي تقود الإمارات. نحن في المحافظات الجنوبية لا يمكن أن نتقبل يناير جديد، ولا يمكن أن نتقبل دكتاتور جديد، ولا يمكن أن نتقبل أن نحسب بالحديد والنار. اليوم يجب على المملكة العربية السعودية بما أنها تقود بما يسمى بالتحالف يجب أن يكون لها موقف واضح منذ 4 أعوام أو 3 أعوام، والإمارات تمارس كل هذه الممارسات على مرأة ومسمع من القيادة السعودية. ويأتي البعض يتحدث يقول لك أن المملكة العربية السعودية اليوم تحاول توقيف هذا ما يحصل في عدن. لا، المملكة العربية السعودية مباركة لكل هذه الممارسات، وإلا لماذا كل هذا السلاح للميليشيات؟ لماذا كل هذه الذخائر للميليشيات بينما هذه المحافظات تفتقر إلى الماء إلى الكهرباء الوباء الأمراض في كل هذه المحافظات، والإمارات والسعودية يبعثوا بالسلاح لهذه الميليشيات؟ ونأتي ونتحدث أن السعودية ترفض هذا المخطط. السعودية مشتركة وهي قيادة تقود التحالف وهي شريك رئيسي مع الإمارات في كل ما يحصل في عدن ممارسة الضغط على الرئيس، ولا داعي أن نتبادل الأدوار في هذه الظروف. اليمنيين اليوم عارفين كل ما يدور في بلدهم، ولا يمكن أن يقبلوا بأي دور يعني تقسيم بلدهم أو قتل شعبهم. ربما بكرة اليمنيين ما حصل لقطر عندما حاصرتها السعودية والإمارات لم تجد منفذ إلا مع إيران، والشعب اليمني غدا إذا مورست عليه نفس الممارسات
التي تمارسها السعودية والإمارات لتقسيم بلدهم سيصطف الحوثي والإصلاحي والمؤتمري تجاه هذا المخطط. هذا ما جميل. نعم وضحت الفكرة سيد ياسر. نعم وضحت الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا سيدي القيادي في المؤتمر الشعبي العام السيد ياسر اليماني، حدثنا عبر الهاتف من جنيف، شكرا جزيلا لك. دكتور عادل، فيما يتعلق بموقف الشرعية ربما وتحدث سيد ياسر عن هناك ضغوطات، هل نستطيع أن نربط بزيارة معين عبد الملك للإمارات بالوضع المحتقن يعني في المناطق الجنوبية وتحديدا في عدن؟ هل هناك علاقة؟ هل باعتقادك ناقشوا هذا الموضوع وربما عاد بضمانات معينة أو عدم تفجير الوضع في عدن؟ في الحقيقة أنا أستبعد أنه الموضوع وراء ممارسة ضغوط، لأن الموضوع أكبر من مسألة الضغوط وأكبر من اتفاقيات. يعني تمرير انقلاب ينهي دورة الشرعية بالكامل من المحافظات الجنوبية، هذا موضوع خطير، ربما يقود البلد إلى حرب مفتوحة مع الدول التحالف، ربما يمكر الموقف بالجنوب بكامله. هناك احتقان واسع النطاق داخل الجنوب، وهذا الذي يدعو التساؤل دكتور. يعني ألا تدرك الإمارات يعني مخاطر تفجير الوضع فيها في اللحظة الراهنة؟ يعني إذا تداعياته ربما على التحالف، على المملكة العربية السعودية، على البلد بكله، أيضا عليهم بطبيعة الحال. بالنسبة للإمارات هي الآن تريد أن تنتهز هذه الفرصة. المملكة العربية السعودية منشغلة بأزمة كبيرة، العالم كله منشغل الآن في الصراع المحتدم والتصعيد الكبير في أزمة الأزمة مع الإيران. هناك أيضا عمليات نوعية للحوثيين أيضا تستهدف العمق السعودي، وهي مرتبطة أيضا في السياق الإقليمي بشكل كبير. كل أنظار العالم الآن يعني منشغلة بشكل كبير في هذا التصعيد وتداعياته الوخيمة على المصالح والاقتصاد والطاقة في الخليج، وبالتالي الإمارات تريد أن تنتهز هذه الفرصة وتمرر مشروعها في وسط انشغال كامل في القضية الخليجية. هذا من جانب. من جانب الآخر، الإمارات تماما دفعت بالحوثي لتسخين الموقف مع المملكة العربية السعودية، وورطها في أزمة كبيرة جدا يهدد أبنها القومي من خلال هذا التوسع الكبير في العمليات التي يضرب عمق المملكة العربية السعودية، واستهدف يعني منشآت حيوية، مطارات وغير ذلك، وطاقة ونفط وبارقات. وبالتالي السعودية تجد نفسها الآن في أزمة كبيرة جدا. ربما أن الإمارات ترى أن هذه ستشغلها تماما عن أجندتها، أو تمارس نوع من الضغط على المملكة العربية السعودية في سياق تمرير أجندتها في المحافظات الجنوبية. هنا الخطورة. الإمارات أيضا لا تكترث بالمآلات بشكل كبير، هناك نوع من التفكير المصحوب بالتكبر والغرور، وهذا ما أخرجها أيضا من الجيبوتي وأخرجها أيضا من الصومال، وأعتقد أنها ستواجه نفس المصير في اليمن. فبالتالي أيضا الميليشيات التي تتبعها التي تتبع الإمارات مباشرة تتعامل بنفس العنقهية وبنفس التكبر وبنفس التعالي فيما يتعلق بالعلاقة مع الشرعية. بالتالي هم لا يكترثون أبدا، هم يعني يصعدون بشكل مستمر، وهذا التصعيد مستمر منذ 4 سنوات ضد الشرعية، وكان هناك انقلاب أيضا على رئيس الوزراء، وكان هناك احتلال مباشر فج لسقطرى صاحبه تداعيات كبيرة على المستوى السياسي والدبلوماسي وأيضا على المستوى الشارع اليمني. وبالتالي أعتقد أن الأزمة تسير في هذا الإطار، والإمارات وميليشياتها يعني تصعد وتدفع بالعلاقة إلى المواجهة، وهذا هو الخطورة. أعتقد أنه تصريح القباطي يعني جاء بعد يعني محاولة أيضا كبيرة من الشرعية وإدراكه الخطر الكبير الآن الذي ربما يعني يجري في العاصمة المؤقتة عدن، ومحاولة تفجير الوضع كما تحدث، وهذا التصعيد الخطير. سنواصل حديثنا دكتور حول هذا الموضوع، أيضا نتعرف على موقف أيضا الجنوبي من خلال السيد علي الأحمدي عفوا. ولكن مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير سنعود لنواصل ما تبقى من حديثنا المسائي حول هذا الموضوع.
نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام ومستمرين معكم في حديث المسائي. نواصل حديثنا حول موضوع هذا المخطط الانقلابي الذي تقوم به الإمارات من خلال دعم الانتقال الجنوب. نناقش الأهداف ربما والتداعيات جراء ذلك. ومعنا في الاستوديو دكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية. والآن ينضم معنا عبر الهاتف السيد علي الأحمدي أمين عام مساعد حركة النهضة وعضو الائتلاف الجنوبي. سيد علي نرحب بك، مساء الخير سيدي. مساء النور، مرحبا اختي الكريمه، مساء النور للساده المشاهدين جميعا. تحية لك سيد علي. ربما يعني تتابع هذه الأحداث ونتابع سويا هذا التصعيد الذي تقوم به الإمارات من خلال الانتقال الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، باعتقادك الآن يعني لمصلحة من يعني يتم تفجير الوضع؟ من المستفيد من كل هذه الأحداث يعني في المناطق الجنوبية وتحديدا في عدن؟ أولا أختي الكريمة، يعني نحب أن ندعو الله أن يعني يحضر أمننا معه وأن يقوم كل مسؤول بواجبه، بعيدا عن عنوان الحلقة وما تداولتموه في أنت وضيفة الكرام. نحن نتحدث عن أزمة طويلة، ليست وليدة اليوم أو الأمس، هي أزمة منذ 4 سنوات. هناك اختلال في العلاقة بين التحالف وبين الشرعية، هناك قصور في أداء الشرعية في تحمل المسؤولية من عدد كبير من مسؤوليها، سواء في الجانب الأمني والجانب العسكري أو كان في الجانب الخدمي الذي يؤثر أيضا سلبا في المناطق المحررة على موقف الشرعية وعلى يعني وضعها. هناك عدة يعني أمور كان بالإمكان عملها يعني من الجانب الحكومية سواء أمنية أو إخبارية، مع الأسف هناك فشل وتخاذل كبير ولا وجود لرقابة ولا وجود لمتابعة. كل هذه الأمور تؤدي إلى ما نحن فيه، كثير من الواقع السيء الذي تعيشه عدن سواء واقع ميليشياوي او واقع تردي للخدمات هو يعني من صنع ايدينا نحن، وليس كما يحاول البعض ايجاد يعني ذريعه فقط ليتباتى ويلقي باللوم عليها. عندما تترك الامور بدون ان تترك المسؤوليات بدون ان تقوم بواجبك تجاهها، طبعا ستجد من يحاول ملأها ويراعي في ذلك يعني مصالحه وجنباته الشخصية. جميل. يعني كما فهمت من حديثك سيد علي، كما تحدث عن موضوع قديم جديد الآن ربما تفاقم، وربما لتخاذل كثير من الجهات وحتى ربما أيضا الشرعية نفسها. طيب حاليا الآن هل باعتقادك الآن سوف تذهب الأمور نحو التصعيد الكامل أو سيكون هناك ربما يعني تهدئة؟ وكيف أيضا تقرأ موقف الشرعية إزاء هذه التحركات؟ أنا سمعت تذكرون تصريح للأمير مهران والقباطي، وهناك بالبارحة مساء هناك نفي من الموقع الرسمي للأخ العميد مهران حول صحة التسجيل. بغض النظر هذا خبر كان يجب أيضا تناوله، الأمور في عدن ليست كما تتنقلها وسائل الاعلام بذلك الشكل المفرط في التشاؤم والفوضويه. الوضع الموجود حاليا هو لا جديد يعني يستحق الذكر الا التصريحات الاعلاميه وال يعني تقصد هناك ربما يعني بروباغندا اعلاميه وتضخيم اعلامي، والواقع الان في عدن يعني في هدوء وليس هناك اي شيء يذكر؟ انا لا اقول ان الوضع في عدن وضع طبيعي، الوضع هذا وضع يعني قديم وليس وضع جديد، وضع ضعف حضور رئيس الدوله دعم ورفض الميليشيات خارج الدوله بالعتاد والسلاح، هذا امر ينبغي على
وتيره منذ سنوات، ما لا جديد في الامر يعني. لكن الذي انا اتكلم عنه ان ما حصل في اليومين الماضيين اغلب ذلك هو كما تفضلت بروباغندا اعلاميه، وقد تكون فيها نوع من التشاؤم، او البعض قد تكون لهم نوايا غير سليمه في الاقدار لاشتعال صراع، قد تكون هناك اطراف تحاول الصيد في الماء العكر. هذا لا يعني ان الوضع طيب والوضع يعني سليم، الوضع طبعا كما ذكرت منذ في بدايه المداخله وضع غير سليم منذ سنوات، ويحتاج لاعاده كما صرح بذلك وزير الداخليه نعم قبل شهرين تقريبا. جميل. طيب سيد علي لو اختم معك، نعم لو اختم معك، بالنسبه لدوركم انتم في الائتلاف الوطني الجنوبي، يعني هل سيكون لكم دور الان ربما اذا كان هناك يعني مخطط يرمي لتفجير الوضع وحتى يعني احداث يعني لا قدر الله يعني حرب اهليه في عدن، هل لكم دور الان في احداث توازن ربما؟ هل لكم دور معين تحدثنا عليه سيد علي؟ أنا أؤكد على نقطة أن لا أرى أن هناك حرب أهلية يعني فعليا يمكن أن تتم، لأن لا يوجد أي طرف سيستفيد من هذه الحرب، حتى الطرف الآخر المدعوم خارجيا ماذا سيفعل لو انقلب وسيطر على الموارد والشركات والبنوك؟ لن يعترف احد دولي، سيكون انقلابي في نفس اللحظه. لذلك انا متاكد انه عقلا ومنطقا لا يقبل الامر ان يكون هناك حرب او انقلاب او بهذا الشكل الواضح الصريح. نحن في الائتلاف نسعى تهدئه اي بوادر مثل هذه الامور، وانا مدعي بنا ونطالب الجميع بالانتظام في خلف الشرعيه المعترف بها دوليا، وادماج جميع التشكيلات الامنيه في مؤسسات الجيش والامن، ويعني اعاده احياء وتفعيل مؤسسات الدوله وان ينتظم الجميع فيها. هذا هو خطاب نعم مدعي بنا للجميع، ونسعى جاهدين نحو تحقيق هذا الهدف. نعم، أمين عام مساعد حركة النهضة عضو الائتلاف الجنوبي سيد علي الأحمدي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. سيد علي، دكتور يعني ربما يركز السيد علي أن هذا الموضوع قديم جديد، وربما يعني ليس هناك يعني أي جديد، الوضع هو كما عليه منذ سنوات، وهذه العلاقة ربما الملتبسة ما بين الشرعية وكذلك الإمارات وأيضا إنشاء هذه الميليشيات في أكثر من منطقة في البلاد، هذا الوضع يعني من المتعارف عليه، وربما هناك تصعيد إعلامي أو بروباغندا إعلامية، والوضع يعني ليس بهذه الخطورة أو بهذا السوء. لا أعتقد الأمور تسير في هذا الاتجاه، يعني كشف القباطي عن مخطط وأيضا الترتيبات مع وزير الداخلية لمواجهة هذه المخططات هذا أمر خطير للغاية، لأن المسؤول رفيع بهذا المستوى لا يمكنه أن يتكلم عن مخطط بهذا الشكل دون أن يكون هناك وقائع فعلا على الأرض، وهناك تخوف حقيقي، وهناك أيضا يعني محاولات حثيثة من قبل الشرعية لمعالجة الموقف لكنها استنفدت كل أطار المعالجة وبدأت يعني أن تطفو هذه الأزمة للخارج. هذا تعبير عن يعني احتقان كبير موجود في وتعبير عن تحركات موجودة ومحاولة استباقية من خلال أيضا التعبئة ومن خلال أيضا شد كل أدوات القوة التي تمتلكها الشرعية لمواجهة ما يمكن مواجهته في المستقبل. وبالتالي اعتقد ان الموقف خطير للغايه، هناك يعني عمل تقوم به هذه الميليشيات، وفي النظر الى سياسه الامارات وسياسه هذه الميليشيات لا يبدو مستبعدا هذا العمل، لان قد مر يعني قربت مرارا عمل مثل يعني الانقلاب على قلنا رئاسه الوزراء ومحاوله ايضا الصدام مع رئيس الجمهوريه ومع وزراء كثر وطن كثير من وزراء. لماذا هذه المحاولات المستمره او المستميته؟ يعني ام في هناك محاولات ربما يعني باءت بالفعل فشل، ويعني ربما يعني قاسوا الوضع سواء كان رفض المملكة العربية السعودية أو حتى يعني الرفض المجتمعي، لماذا يعني تعاود كل مرة هذه المحاولات؟ هناك استعدادات مستمرة، يعني الإمارات عندها استراتيجية وعندها هدف تريد تحقيقه عبر هذه الميليشيات. الإمارات تريد السيطرة الكاملة عبر أدواتها على الموارد والمواقع الاستراتيجية والهيمنة على مقدرات الجنوب بكامله، وترى أن الشرعية تمثل تهديد لهذه الاستراتيجية لهذه التطلعات وهذه الأجندات، وبالتالي هي تعمل على إنهاء دور
دورها بالكامل من خلال ترتيبات كثيرة ظهرت على السطح، والآن هذا الإجراء هو الأخير في استكمال هذا المسار، وبالتالي هذه استراتيجية واضحة للإمارات بنت لها يعني أدوات على الأرض. الشرعية تحاول أيضا تجاوز كل هذه الأزمات ولا تريد أن تفجر أزمة داخلية مع طرف في التحالف، وهي تخوض معركة مصيرية مع الشرعية، ولا تريد أيضا أن تفجر أزمة مع المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف في اليمن. لكن صحيح أن المملكة العربية السعودية هي قائدة التحالف، لكن على المستوى العملياتي وعلى المستوى الميداني من يقود العمليات هي دولة الإمارات في كامل الجنوب، وأيضا على الساحل الغربي إلى الحديدة رأينا من يعني يتزعم العمليات العسكرية، رأينا هذه الميليشيات التي تدفع بها الإمارات سواء العمالقة أو غيرهم، هم يتبعون تماما الإمارات، والإمارات هي التي تدير بالكامل المحافظات الجنوبية، وبالتالي الـ 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 الأزمة تكمن هنا في هذه الأجندات التي تتبع الإمارات، وفي هذا الصدام المفتوح مع دولة الإمارات التي لها كامل النفوذ والهيمنة والسيطرة على المناطق المحررة. السعودية هي تدافع عن أمنها الجنوبي نتيجة لهذه الأجندات التي أضرت بالمصلحة العامة للجميع، أضرت أيضا بالأهداف العليا للتحالف، وأضرت أيضا باستعادة الدولة، ومكنت الحوثي من أن يطور قدراته العسكرية ويحقق أيضا انتصارات كبيرة في العمق السعودي، وهي الآن يعني تواجه أزمة وورطة تتوسع بشكل مستمر نتيجة لهذا الخلل. لو أن الإمارات وحدت جهودها خلف الشرعية وبنت جيش قوي وسخرت كل هذه الإمكانات لجيش، لما استطاع الحوثي أن يحرك ساكنا في العمق السعودي، ولا تغير المشهد بالكامل في مسألة وتحديدا فيما يتعلق بالجيش وهذه الميليشيات. هناك كان يعني ولي العهد السعودي يعني أكد في حوار مع الشرق الأوسط أن المملكة لن تقبل بوجود يعني ميليشيات خارج الدولة في اليمن. هل باعتقادك أن هناك استراتيجية جديدة سوف تقوم بها المملكة العربية السعودية كما تحدث الآن نتيجة للموقف وما يعني الآن تخوضه من حرب ربما متغير في استراتيجية الميليشيات؟ الآن هناك يعني استهداف واضح وتصعيد أيضا من قبل الميليشيا، هل باعتقادك ستكون هناك استراتيجية الآن جديدة للمملكة العربية السعودية؟ لا أعتقد. المملكة العربية السعودية يعني الذي يتتبع تماما سياستها واستراتيجية في الحرب هي لا يعني تعاني من أزمة ثقة، يعني أزمة ثقة بالنفس، وهذا واضح أيضا من خلال تزعم الإمارات للموقف بالكامل في اليمن، سواء على المستوى قلنا العملياتي على المستوى العسكري على المستوى حتى الإجرائي، تدير كل الموارد في اليمن، وبالتالي الإمارات تترى المملكة العربية السعودية بقدراتها وإمكاناتها تختفي خلف دولة صغيرة مثل الإمارات، وهذا هذا واضح من خلال قلنا العاصفة الحزب خلال 4 سنوات، وبالتالي لا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية ستغير من استراتيجية في هذا السياق. المملكة العربية السعودية ربما تفكر بشكل آخر، هي الآن تعول على المعركة الفاصلة والشاملة مع إيران التي ترى أنها هي المواجهة المهمة التي يجب أن يعني تتفرغ لها، وبالتالي تارك للإمارات التفاصيل في المسألة اليمنية. ربما هي تسوق العمليات الحوثية التي تستهدف أمنها خارجيا للتحشيد ربما هذه التفاصيل التي تركتها الإمارات ربما تفجر الوضع وتعقده أكثر في اليمن، وبالتالي لا يعني لا تخدمها الآن في معركتها الأساسية والكبرى مع إيران. صحيح، هو هذه مشكلة استراتيجية، يعني مشكلة خلل كبير قد يضر أيضا بالمعركة الكبيرة مع إيران، لكن أعتقد أنه هناك تفاهمات، الإمارات تحاول أن تقفز على هذه التفاهمات وتريد أن تحقق أجندتها بالكامل وتدفع باستراتيجيتها إلى الأمام من خلال قلنا القضاء بالكامل على دور الشرعية وتخليق هذه الميليشيات والسيطرة على الجنوب بشكل كامل في هذا الوسط المشحون، وهذه الشواغل التي يعني تشغل المملكة العربية السعودية في المعركة الحاسمة. هناك استهداف قلنا كبير للحوثيين، يعني شلوا حركة يعني المطارات وهزوا يعني المملكة العربية السعودية في الداخل وفي الخارج، صارت مهينة للمملكة العربية السعودية، أذلوها في عقر دارها. هذه الموقف بالنسبة للسعودية هزها بشكل كبير وأثر على ثقة الجيش والشعب بالقيادة السعودية، وبالتالي هناك اهتمام كبير من المملكة العربية السعودية لتسويق هذه العملية هذه العمليات خارجيا والتأليب والحشد ضد إيران في سياق المعركة الفاصلة التي ترمي إليها، وهي حشد دفع الولايات المتحدة الأمريكية لضرب إيران وإنهاء خصمها الكبير في المنطقة، والتي تعتقد أن الحوثي وكل الأدوات والأجندات في المنطقة هي ستنتهي وتموت بموت رأس الأفعى الكبير في المنطقة وهي إيران. هي تعول على هذا المسار وتدعم هذا المسار، ويأتي سياق قلنا تضخيم العمليات الحوثية وتسويقها دوليا في هذا السياق لتأليب المجتمع الدولي وبالتحديد أمريكا
في الدفع في اتجاه الحرب مع إيران. نعم، إذا نتوقف عند هذه النقطة دكتور عادل، وأنا أشكر تواجدك معنا الليلة دكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، ونشكر كل من انضموا معنا في حلقة الليلة، سيد علي الأحمدي أمين عام مساعد حركة النهضة وعضو الائتلاف الجنوبي، وكذلك بالسيد ياسر اليماني القيادي بالمؤتمر الشعبي العام، حدثنا عبر الهاتف من جنيف. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.